الآن بدنا نرجع لبرنامج مايكروسوفت باوربوينت. تمام، برنامج مايكروسوفت باوربوينت زي ما تعرفنا عليه هو أحد البرامج الخاصة بإنتاج الشرائح، بإنتاج الشرائح، ويمكن استغلاله في إنتاج الخرائط المفاهيمية. ليش إنتاجه في إنتاج خرائط المفاهيمية أو الخرائط العقلية، الخرائط الذهنية بيقولوا عنها؟ تمام، لانه التنتين استخدامهم بسيط، استخدامهم ايش بسيط، ويتوافق مع الناس المبتدئين. الناس المبتدئين احنا بدنا نعمل ايش؟ خرطين. بدنا نعمل ايش؟ خرطين، واحده مفاهيميه، تمام، او مفاهيميه، والثانيه ايش؟ خريطه اللي هي ايش؟ عقليه. تمام، هنوضح لكم الفكره باستخدام برنامج مايكروسوفت باور بوينت. الآن أنا بالنسبة لي ملف جديد. الآن أنا كل استخداماتي حتكون على إيش؟ شايفين؟ أشكال بدها تكون. بدها تكون استخداماتي وين؟ على إدراج أشكال. الشريحة طبعاً بدي إياها إيش؟ فاضية، فارغة، ها؟ انا اللي بدي اعمله حول اللي هو ايش يا اسراء؟ خريطه مفاهيميه بتوضح لي ايش جهاز الحاسوب، ايش مكوناته. تمام، كابسط شيء ممكن تعمل انت عن النبات، انواع النبات، ايش اجزاء النبات، برضه تعتبر خريطه ايش؟ مفاهيميه. لكن ان وضحتيها بالصور، تمام، بالطريقه الاخرى اللي راح ناخذها بتصير خريطه ايش؟ عقليه. بالسريع خريطة ايش؟ عقلية. ودير بالك الخريطة العقلية أفضل من الخريطة ايش؟ المفاهيمية، في دراسات ايش؟ أخرى ومتعددة، وأنا عامل ايش؟ دراسة في الموضوع هذا، دراسة في الموضوع هذا. الآن أنت بدك شكل ولا بدك ايش؟ ترتيب، ولا في حاجة كمان ثالثة؟ أنا بدي أحاول أصغر بس الشاشة لأنه كبيرة كثير الصورة. دقة الشاشة واخليها ايش؟ عشان نشوف كافة الادوات في الباوربوينت. في حاجة اللي هي الشطرة اللي بدها تجيبها، ادراج، ايوه ادراج موجود، نفس الشيء اللي هي اشكال اللي موجودة في الصفحة الرئيسية. هيا اشكال، صح ولا لا؟ هيا في قائمة ادراج وسمارت اي ار تي. ايوه شغلة الخرائط. هنا نماذج جاهزة، هنا نماذج جاهزة. انا اللي هو بقول لكم انه الخرائط المفاهيمية بتعتمد على جذر، ومن ثم ايش؟ افرع تحت، افرع تحت. اللي بيزبطش معها الا الهيكلي، لا يزبط معها الا ايش؟ الهيكل اللي موجود هذا. تمام، فبروح اختار الشكل الهيكلي ايش اللي بدي اياه، اللي بدي اياه. يعني يا دكتور انت بدك ايانا نستخدم يا اسراء من المخصص اللي هنا، بدك نستخدم من المخصص، ولا بدك اياني اعمل واحد على كيف انا؟ بدنا نشوف التنين يا اسراء، بدنا نشوف ايش التنين. فبدي اجي ايش اختار اي واحد فيهم انا، مثلا ايش تختار هذا، بنختار هذا، بنختار هذا، كويس، موافق. هاي اجاني جاهز. اللي بديش اياه انا هذا، هذا بديش اياه، ممكن اضيف عليه وممكن ازيل منه. كيف ازيل؟ والله انا بعرف انها وين غا قص قص، والله راحت. انا اكون بدي اعمل لها ايش؟ كنترول زد واقول لها ديليت. سبحان الله. تمام، قص احتفظ فيها بالدائرة، اما ديليت ايش؟ كويس. الان بدي ايش اسوي؟ ايش اسوي؟ بدي اكتب البيانات تبعتي. لي خيارين، يا بكتبها في الشكل، لا هيو بكتبها هان مالك الحاسوب. وسبحان الله بصير يصغر الخط
في المربع على قد ايش؟ شايفين؟ بصير يصغر في الخط على هو الجملة اللي بدها تكون ايش؟ لا بغير ولا ببدل، لا بغير ولا ببدل. نرجع ايش نكتب كلمتنا الحاسوب. الان مادي او خلينا نكتبها كيان مادي، تمام، وكيان ايش عارفين ايش اللي بكره في الدنيا انا يا بنات؟ اني اشتري حاجة واحد استخدمها، تمام، وايش ما عجبتوش، قاعد فيها شهر وقال بدي ابيعها.